اهلا بكم من جديد. كفاءة الشباب والباحثين في مصر مليانة نجاحات ومليانة شغف ومليانة بحث كمان عشان يكتسبوا خبرات علمية في كل المجالات. ده بيخلينا النهاردة نقدم لكم نماذج مصرية محترمة اترشحت لتمثيل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة، وده في مجال الصحة النفسية للشباب. بكل تأكيد هذا البرنامج، برنامج الزائر الدولي، واحد من أهم برامج التبادل التابعة للخارجية الأمريكية، واللي بيختاروا فيه القادة والمتخصصين من كل دول العالم. عندنا في مصر في اتنين مثلونا في هذا البرنامج، وتحديدا في مجال علم النفس والصحة النفسية. معانا الدكتورة مي علوي، مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، وأيضا الدكتورة نشوى إبراهيم هتنضم لينا لاحقا، وهي أستاذ مساعد الصحة النفسية في جامعة المنصورة. خلونا نرحب طبعا بالدكتورة مي اللي منورانا في الاستوديو. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل. أهلا بحضرتك. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. برنامج الزائر الدولي برنامج كبير وتعاون كبير بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن لأكثر من 80 سنة مثلنا فيه أكتر من 3000 مثلا و200 مصري، وكان أبرزهم يعني سيادة رئيس السادات سنة 66. فإحنا بنتكلم في برنامج محترم بيخرج ناس بشكل مختلف خالص، بيوصلوا لأعلى المراكز وصولا لمركز يعني رئاسة الجمهورية شخصيا، وهو يعني المنصب الأرفع. إحنا بنتكلم في اختيارات ومعايير صعبة قوي علشان حد يقدر يتقدم، وفي الآخر بيطلع بمكاسب كتير جدا. احكي لي الحكاية بقى كلها. هو البرنامج الأول مرسي لاستضافتكم ليا. البرنامج أساسه بالترشيح، فهو أنا تم ترشيحي من خلال السفارة الأمريكية، بعتولي في شهر مارس اللي فات أن أنا تم ترشيحي أن أنا أمثل مصر في برنامج لي علاقة بالصحة النفسية. وبعديها تم عملية بقى البروسس بتاعت الاختيار، أن حصل انترفيو، كلموا معايا حد ممثل من السفارة وحد من أمريكا علشان يشوفوا شغلي ويعرفوا انا بشتغل في ايه وبعمل ايه. وبناء عليه ردوا عليا اخر السنه ان انا تم اختياري انا ونشوى ان احنا هنمثل مصر في برنامج الصحه النفسيه. وهو على فكره برنامج مع انه بقاله 80 سنه دي اول مره يعملوا حاجه عن الصحه النفسيه، يعني عملوا في مجالات تانية بس ده كان اول مره يعملوا برنامج عن الصحه النفسيه. بس وسافرنا فعلا، تم اختيارنا فعلا وسافرنا حضرنا البرنامج في يناير في الولايات المتحده. عظيم. وصلتوا 5 ولايات. مظبوط. على ما اعرف. طيب ده شيء جميل جدا. حاجة مهمة عايز اتكلم فيها مع حضرتك وهي الصحة النفسية للشباب. ايه هي العوامل المؤثرة في صحة الشباب النفسية؟ سواء بقى هنقارن دلوقتي، انت سافرت الولايات المتحدة الأمريكية، فعايزين نقارن ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعالمنا العربي. هو طبعا في حاجات، ودوت كان دايما من النقاشات اللي احنا بنحاول نشوفها، يعني ايه الحاجات اللي متماثلة، فشايفين ان في حاجات مشتركة جدا الشباب بيمر بيها حوالين العالم، ولقينا ان في حاجات متماثلة جدا من اللي احنا بنشوفها هنا في الشباب بنشتغل معاه وقابلناها برضو مع المتخصصين هناك، زي مثلا تأثير السنتين بتوع الكورونا على السن الصغير بالذات الشباب بتوع فترة المراهقة الإعدادي وثانوي، من أكتر الناس اللي احنا شايفين ان هي تأثرت بالفترة ديت ورجوعهم تاني للحياة الدراسية، ولأي مدى قعدتهم سنتين في البيت ممكن يكون أثر على قدراتهم وعلى المهارات الاجتماعية بتاعتهم مثلا، وقدراتهم على التعامل مع الجو بتاع المدرسة. في حاجات طبعا ليها علاقة بالقلق والاكتئاب، في حاجات ليها علاقة بالسوشيال ميديا وقد ايه الشباب بيقضي وقت قدام الشاشات، ودوت بيأثر ازاي على صحته النفسية وعلى ثقته بنفسه وعلى قدراته على التعامل مع الآخر. اعتقد العوامل مشتركة، في حاجات كتير قوي كانت مشتركة. لكن التأثير بقى، التأثير، هل التأثر الشباب العربي نفس تأثر الشباب في الولايات المتحدة؟ يعني مش هقدر اتكلم بشكل عام جدا لان دوت هيحتاج ان نبقى عشان نتكلم فيه يبقى فيه ابحاث كافيه، بس من ملاحظتنا احنا ما حسيناش ان الاختلافات زي ما كان الواحد متخيل، يعني حسينا ان في مساحه للحاجات المشتركه اكتر بكتير. طيب دايما لما نيجي نتكلم ونقوم قايلين ان الصحه النفسيه بيحصل فيها قلق كده، لما بنيجي نتكلم عن ان ناس قاعده في البيت ومنغلقه ومش عارفه تتعامل، في ناس بقى بيحصل لها حاجه تانية مختلفه، بتبقى ورا الشاشه شخص شديد الثقه بنفسه، شخص عنده اقدام، شخص عنده القدره على توصيل المعلومه، بعكس المواجهه بين الناس. ولا درسنا بقى الحاجات اللي بتقدر تغير في الشخصيه قوي، ازاي شخص بيبقى اتنين في نفس الوقت وده موجود في كل الاماكن بشكل واحد، ولا بيختلف من عالم اكثر تقدما واكثر استخداما من لوسائل التواصل الاجتماعي ولا؟ طبعا لو احنا بنتكلم على الناس اللي بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، اللي حضرتك بتقوليه دوت حاجه كومن جدا في كل مكان، يعني انه ان انا في الاخر
حتة ان انا مستخبية ورا الشاشة زي ما تقولي بتديني شوية جرأة كده ان انا مش محتاجة اواجه. وبالعكس ده ساعات بنلاقي ان الشخص اللي بطبيعته عنده مشكلة في الثقة بالنفس، عنده مشكلة في العلاقات الاجتماعية، ممكن يلاقي فرصة في السوشيال ميديا ان انا بقى ايه اطلع كل الكبت اللي جوايا او اوري حاجة عكس تماما شخصيتي علشان محدش عارفني محدش شايفني. لو في الاخر في اي وقت حبيت اهرب من النقاش هعرف اهرب، ابسط حاجه هعمل للشخص بلوك. فبالعكس ده كل ما كان الشخص عنده ممكن يكون عنده تشالنجز او عنده تحديات في مهاراته الاجتماعيه، كل ما دوت ممكن يبان اكتر في الحاجات اللي احنا بنشوفها دي. ان انا اخش يعني مثلا لو انا شخص عندي مشكله في الثقه بالنفس ممكن يبقى في احتماليه اكتر ان انا اخش اقعد انتقد في كل الناس بالظبط واشتم في كل حد بيعمل حاجه، واي حد يبقى ناجح ممكن ابقى عايز انتقد دوت واتنمر عليه واقول عليه كلام وحش. واحنا بنشوف تبقى حاجه مفيش اي حد حاطط صوره بسيطه جدا، حد ناجح حاطط انجاز، ممكن حد يخش يقول وده ايه وايه لازمته والكلام دوت غالبا بيبقى تعويض لحاجه انا شخصيا بعاني منها وجات لي فرصه ان انا اعبر عنها باي طريقه. عظيم. من خلال مشاركة مصر في هذا البرنامج طبعا بكل تأكيد مشاركة مهمة ممثلة في حضرتك وفي الدكتورة نشوى اللي هي معانا دلوقتي. يا دكتورة نشوى صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير أستاذة منة، وصباح الخير دكتورة مي. صباح الفل يا نشوى. يا أهلا بحضرتك. انتوا هتحكوا لنا بقى انتوا الاثنين دلوقتي مع بعض هتحكوا لنا عن تجارب شفتوها هناك في الولايات اللي انتوا زرتوها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في البداية عايزين نتكلم في البداية عن تجربتك في الاشتراك في هذا البرنامج. هي التجربة بصراحة كانت بتفتح عين المتخصصين عموما في مجال الصحة النفسية وأنا بشكل خاص على تجربة مختلفة. يعني أنا ومي مشتركين في جزء إن إحنا يعني عندنا خبرة جوة مصر وإحنا الاثنين درسنا في إنجلترا، فعندنا شوية الاحتكاك بالمجتمع بتاعنا وفي خبرة أو إكسبوجر أو تعرضنا لجزء خارج مصر. أمريكا كانت تجربة مختلفة لأن أمريكا فيها ثقافات أكتر، فيها diversity أو اختلاف أكتر في الثقافات، فكانت مختلفة. فكرة إن كل ولاية ليها نظام صحي مستقل بذاته دي كانت بالنسبة لي جديدة إن أنا أتعرف عليها، مختلفة عن تجربتي في مصر أو عن فترة الدراسة في إنجلترا. فكرة التضافر بين المجتمع المدني والولايات نفسها والحكومة الفيدرالية ده كان بالنسبة لي خبرة مفيدة جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نعرف نعمل حاجة زي كده إن شاء الله في مصر. يعني أكيد دكتورة لو جينا قلنا فكرة تواجدك أنت ودكتورة مي مع بعض، أنتوا الاثنين مع بعض حضرتوا الدورة في نفس الوقت مع بعض، يعني إيه بقى صديق وحد من نفس البلد وحد من نفس الخلفية يعني في المعلومات والتقاليد، الاستفادة بتبقى أكبر لما بيبقى معاكي حد ولا لأ بالعكس لو كان كل واحد فيكم لوحده كان ممكن يعمل علاقات أكتر أو أقوى ويتعرف على يعني خبرات مختلفة؟ يعني كانت من مكاسب الزيارة، وكنت دايما يعني أنا بقول كلمة كده بعد التجربة إن هو كان رزق بصراحة لينا إن إحنا عرفنا بعض أنا ومي، إن إحنا ما كناش نعرف بعض قبل البرنامج، لكن فرصة البرنامج إحنا حتى في النقاشات كنا إحنا الاثنين كل حد في المناقشات احنا الاثنين بنكمل الصوره لبعض، اللي هو انا شايفه كذا مي شايفه كذا، طب مي عندها في الجامعه الامريكيه في صوره، انا عندي في جامعه المنصوره في صوره مختلفه، طب بنكمل الاثنين في تشابهات في اختلافات. كمان في افكار كتير جات لي انا ومي ان احنا الاثنين نكمل مع بعض ان شاء الله في تعاون مع بعض، شغل سواء بقى شغل هنعمله مع بعض على مستوى الريسيرش او الابحاث او شغل كمان على أرض الواقع هنعمله في التدخلات النفسية. بالعكس كان مكسب وكانت إضافة، وإن شاء الله دي تبقى بداية إن أنا ومي نعمل شراكات كتير جدا في التخصص بإذن الله. عظيم. دكتورة نشوى عايز أعرف من حضرتك حاجة مهمة جدا، إحنا شاركنا في هذا البرنامج مصر هتستفيد ولا هتفيد ولا الاثنين مع بعض؟ زي ما حضرتك قلت يا أستاذ محمد هو الاثنين مع بعض، لأن أنا سمعت مي وهي بتتكلم إن في
في حاجات كتير متشابهة بيننا وبينهم، احنا مش مختلفين. احنا كمان عندنا في الوقت الحالي جيل من الشباب في مجال الصحة النفسية، احنا بنملك مهارات وبنملك تقنيات علاجية حقيقي على اعلى مستوى. يعني احنا واحنا هناك كنا حاسين لا احنا مش بعاد خالص، يعني لو في حاجات احنا حتى مع اختلاف محتاجين الثقافات. نطبق حتى مع اختلاف الثقافات. ودي كانت زي ما مي قالت، احنا كنا طول الوقت في المناقشات بنأكد على الجزء ده، في اختلاف في الثقافات، لو هنطبق ده انتوا بتعملوا ده ازاي عندكم، لان زي ما قلت في الاول هم المجتمع هناك في كمية تنوع ثقافي كبير جدا. احنا كمان كنا بنسأل بتعملوا ده ازاي. احنا كمان عندنا لما بنيجي نشتغل الثقافات مش واحدة، يعني انا لما باجي اتعامل مع حد من القاهرة او من الدلتا غير لما اتعامل مع حد من الصعيد، في جزء ثقافي لازم بنعمله. فمصر هتستفيد في زي ما مي قالت، احنا مش بعاد عن اللي هم فيه خالص، احنا في حتت متشابهة جدا جدا ينفع نتعامل فيها، احنا عندنا مهارات متدربين عليها كتير اللي ممكن نستفيد منه، الحتت اللي هم ممكن يكونوا سابقين فيها بخطوة تضافر المجتمع المدني والمنظمات الحاجات اللي هي الـ NGOs او والقطاع الخاص، دول عاملينها ازاي، ازاي عاملين التضافر ده، احنا محتاجين نستفيد من ده. لكن لو هنتكلم عن تقنيات علاجية او على تدريب، لا انا شايفة المعالجين في مصر الحمد لله في اخر 10 سنين في جيل من شباب المعالجين بيملك مهارات علاجية يعني شديدة التخصص، فالحمد لله احنا مش بعيد قوي يعني. نفس السؤال هاخده من عندك دكتورة نشوى ونوجهه للدكتورة مي، لأن أعتقد بما إن كانت زيارتكم مشتركة فإحنا محتاجين نسمع إجابة مشتركة من حضراتكم. دكتورة مي، نفس السؤال شاذ ليه زي ما كان بيتكلم وبيوجهه الدكتورة نشوى. موافقة جدا على كل حاجة نشوى قالتها. أعتقد إن إحنا كان دايما بنحاول، هي كانت فرصة حلوة جدا، احنا مكناش نعرف بعض زي ما نشوى قالت قبل البرنامج، بس لقينا قد ايه في حاجات مشتركة بيننا في الخبرات بتاعتنا وفي التجارب بتاعتنا وفي التشالنجز اللي بتقابلنا او التحديات اللي بتقابلنا، ودايما كنا بنحاول ندور ازاي ممكن نستفيد من التجربة دي لما نرجع ان احنا الاتنين مع بعض يكون عندنا مساحة ان احنا ندور على فرص نفيد بالتجربة بتاعتنا دي ونستفيد بيها. وكان الجميل كمان ان كنا شايفين ان مرحب بدوت من الناحيه الثانيه، يعني هما كانوا دايما بيدوروا على طرق للتعاون، وهو دوت من اهم الحاجات بتاعت البرنامج، ان احنا كنا دايما غير ان احنا بنحاول نتعلم وبنشارك التجارب، هما احنا بنسمع منهم وهما بيسمعوا مننا، كمان كنا دايما بندور على ايه السبل اللي ممكن بعد ما البرنامج يخلص نكمل فيها، او نشوف ازاي نقدر نلاقي حاجات من اللي اتعلمناها ديت نكمل فيها هنا. وزي ما نشوى قالت، احنا من اكتر الحاجات اللي احنا ابتدينا حتى نتكلم فيها جزء البحث، لان ديت زي ما كنا لسه بنقول في اختلاف في الثقافات، ويمكن يكون احنا ما عندناش الابحاث الكافيه اللي معموله على الثقافه بتاعتنا. هنا بنقصد بيها بين مصر والخارج، ولا احنا بنتكلم فيها بشرائح مختلفه من المجتمع المصري اللي موجوده بتلاقي عاداتها كمان ممكن الاتنين. قد تكون مختلفه. الاثنين يعني اتمنى ان يكون في ابحاث كافيه عن الشعب المصري بشكل عام، ويا ريت كمان لو في يكون بحث مركز على منطقه معينه، لان في اختلافات في العادات، في اختلافات في المبادئ، في اختلافات في طريقه التربيه، في اختلافات في شكل الاسره. فطبعا طبعا اكتر حاجه نفسنا ان احنا نستفيد بيها من اللي احنا سمعناه ان احنا نحاول نركز في موضوع الابحاث. عظيم. دكتوره نشوى، الصحه النفسيه مهمه جدا، وحضرتك في جامعه المنصوره، واكيد في يعني من المعروف عندنا في مصر في السابق ان احنا كنا بنخاف نفتح الموضوع ده، بنخاف نتكلم في الموضوع ده، لو حد محتاج دعم نفسي من طبيب يخاف يروح، ولو راح ما يعرفش حد ويفضل مكتم ومخبي وخايف حد يعرف. فعايز اعرف احنا في مصر وصلنا لايه من حيث التوعيه، دي نقطه مهمه، وبعدين نشوف الطب النفسي وصل لايه. هو الوضع ما فيش شك بقى افضل من قبل كده، يعني في تحسن نوعي، ان لا الدنيا اتغيرت شويه، لكن
لا لسه قدامنا كتير من الحاجات اللي ممكن تكون فرقت جدا في الزياره وتعلمتها، ان احنا ممكن نبقى شركه مع بعض في المجتمع. يعني مثلا احنا عندنا المجتمع بتاعنا عنده زي ما احنا طول الوقت بنقول، احنا عندنا اول ما بنتازم نفسيا الجزء الديني اول خط دفاع بنتوجه ليه. ممكن شخص يروح لرجل الدين مثلا المسلم او المسيحي يشوره انا حاسس بكذا، انا ممكن ده يبقى حاجة تبقى في صفي اكتسبها معايا، ان هم رجال الدين المسلمين والمسيحيين يبقوا شركاء معايا في التوعية، بما انهم بيبقوا فعلا من الخطوط الاولى اللي الناس بتلجأ ليها. يقول ايه ما يقولش ايه، بدل ما الشخص يتأخر ويجي للمختص في مجال الصحة النفسية متأخر قوي، طيب ما ممكن لما يروح لرجل الدين هيفيده. وعلى فكرة هم بيبقوا اقرب كتير، يعني انت لما بتكتسب ده وتبقى عندك حساسية ثقافية للمجتمع بتاعك زي ما مي كانت لسه بتقول، ده دي حاجة بتبقى مضافة ليك او مضافة ليك كمتخصص، انك انت بتلعب على نقط القوة في المجتمع بتاعك تكتسبها. فاه الوضع مختلف عن زمان، اتغير اتحسن كتير، بس احنا محتاجين شوية تغيير في الاستراتيجيات اللي احنا بنعملها، ندخل معانا شركاء مختلفين اللي يبقوا معانا حلفاء في التوعية في مجال الصحة النفسية. يمكن هو ده اللي بنقدر نقوله، انه لما كل واحد من ثقافه مختلفه يروح ويتعلم من ثقافه الاخر، لما يجي يطبق بيطبق بالحاجه اللي شبهنا. زي ما حضرتك قلتي دكتوره نشوى، حول الكلام لدكتوره مي، استخدام الحاجات اللي ممكن تساعدك ان انت تقدمي دعم للصحه النفسيه بقى للاسره المصريه بشكل مختلف. احنا عندنا ناس بتوصل اكتر زي ما كانت الدكتوره نشوى بتقول، رجال الدين وغيرهم، كبار العيله في الاماكن الاكثر يعني اقل حظا يمكن، او يمكن بيعتمدوا اكثر على الناس. استخدمتي ده وهو ده اللي هتعملي عليه الفتره الجايه؟ يعني احنا بنحاول، احنا من الحاجات اللي شفناها بالذات مع الشباب كانت مفيده جدا البرامج اللي بتتعمل في المدارس وبتتعمل في الجامعات، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع البرامج ديت، نحاول نكرر التجربه ديت هنا في مصر سواء في الجامعه اللي انا بشتغل فيها او اللي نشوى بتشتغل فيها. الحاجه كمان وديت حاجه شبه اللي احنا، يعني انا في شغلي انا بشتغل كتير مثلا في مجال التربيه، في التوعيه عن التربيه الايجابيه، وكنا اشتغلنا في برامج توعيه، برامج قوميه يعني، ومن اكتر الحاجات اللي كانت بتجيب نتيجه لما كنا بننزل في مجتمعات معينه ان حد من المجتمع نفسه هو اللي بيبقى بيوصل الكلام، مش المتخصص الغريب اللي كان من بره. فانا لو رحت مثلا اشتغلت عن طريق جمعيه بيبقى الاوقع والمفيد اكتر ان انا امرن حد من الجمعيه نفسها، عارف الناس هناك، هم مطمنين له، مرتاحين له، عارف لغتهم، عارف قصصهم، عارف حياتهم، ده بيبقى مفيد اكتر، وعلى المدى الطويل في استمراريه اكتر ان الموضوع يكمل، لان دوت حد عايش معاهم وعارفهم على طول. بنفس المنطق اللي كانت نشوى بتقول عليه على رجال الدين، نفس الفكره برضو لو قدرنا ان احنا نعمل اي حاجه ليها علاقه بالميديا اكيد. عظيم. يعني طيب قبل ما نروح بقى لدور الميديا، حضرتك تتكلمي عن التربيه، نروح لدكتوره نشوى. وسريعا يا دكتوره نشوى، هل التربيه بتفرق في حاجه زي دي؟ التربية عامل كبير طبعا يا استاذ محمد، يعني في تكوين شخصية الإنسان. بس طول الوقت أنا دايما حتى بقول للطلبة وللعملاء لما بنشتغل معاهم، في أوقات بيحصل لنا ظروف غصب عننا، بس في فرصة لما بننضج وبنملك أدوات وبيبقى عندنا طرق تكيف مختلفة، نغير حاجات في شخصيتنا ونتعامل مع الظروف اللي مرت علينا صحيح. بشكل مختلف. فاللي اقصد اقوله، حتى لو شخص في ظروف خارجه عن ارادته تعرض في ظروف التربيه لعوامل يعني قاسيه وشديده، لا في فرصه انه يتعلم ادوات ويملك ادوات من التكيف ومن المرونه النفسيه ان تخليه يعرف يعديها. وعندنا فرصه كمان ان احنا نعلم الاهالي، ومي متخصصه في الجزء ده جدا جدا في الجزء بتاع التربيه، ان الاهالي ازاي في التحديات الكتيره اللي بتواجههم دلوقتي ان هم يملكوا ادوات لصالح اولادهم. صحيح. كل شكر لحضرتك طبعا الدكتوره نشوى ابراهيم، استاذ مساعد الصحه النفسيه بجامعه المنصوره، شكرا جزيلا ليك يا فندم. نرجع مرة تانية للدكتورة مي، وكنت بتتكلمي عن دور الإعلام، حضرتك عايزة إيه من الإعلام؟ إحنا تحت أمرك.
لا كنت بس عايزه يعني اكيد حضراتكم ادرى حاجه ناس بالموضوع دوت الى اي درجه احنا ككالتشر او ثقافه وبشكل عام دور الثقافه في تقبل الحاجات بالذات اللي هي لسه الناس مش متقبلاها قوي. فحاجه زي ان انا اروح لدكتور نفسي ساعات مع الاسف لغايه دلوقتي الحاجه ديت مثلا الموضوع الفكره دي بتتقدم بالدراما بشكل مش حقيقي جدا. وعلى العكس يعني لو نفتكر من سنتين كده لما كان في المسلسل بتاع خلي بالك من زيزي بتاع أمينة خليل كان في صوره كويسه لفكره العلاج النفسي ودوت مثلا احنا شفناه في شغلنا ان الناس تحمست اكتر ايه ده طب هو انا ممكن اروح لحد فعلا يساعدني وما فيهاش مشكله ومش هينيمني على شيزلونج ويقول لي كلام غريب لا هنقعد نتناقش ويعلمني حاجات جديده. فدوت اللي انا كنا بنتناقش فيه برضو الى اي مدى الصوره اللي بتتقدم عن فكره العلاج النفسي او الرسائل اللي بتتقال في الاعلام عن الصحه النفسيه مهمه وبتوصل للناس والناس بتفرق معاها جامد جدا. محتاجين دراما شبه الناس لا نعمل نرفع سقف التوقعات عند الناس تبقى متخيله ان هيبقى ماشي معاها الدكتور طول النهار والليل ما عندوش حاجه تانية بيعملها غيرها او ان هو هيبقى مجرد قاعد لمده فتره قليله جدا عمال يكتب ورق فالواحد يبقى حاسس انه مش مستريح انه يتكلم. وضحت لنا الصوره يعني بشكل كبير جدا دكتوره مي علوي مدرس علم النفس بالجامعه الامريكيه نورتينا وشرفتينا وكنا سعداء بوجودك معانا. ميرسي جدا انا اللي متشكره على ذوقكم وميرسي لاستضافتنا وللكلام عن البرنامج. ميرسي قوي.